بسم الله الرحمن الرحيم. رامز عباس، انا اسامه نطق، مرشح للانتخابات البرلمانيه 2015. احنا مجتمعين النهارده في حديقه الحريه اللي شهدت على مراحل كثيره جدا نضال الاشخاص متحد الاعاقه من اجل حقوقهم ومكتسباتهم في المجتمع المصري. مجتمعين النهارده بوجود عدد من المرشحين ذوي الاعاقه اللي قدموا اوراقهم لقوائم واحزاب وائتلافات من اجل المشاركه في الحياه السياسيه ومشاركة في البرلمان التشريعي. ونحن مجتمعين النهاردة علشان نوجه رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصدد ان احنا عندنا اعتراض على مبدأ عدم اعتماد شهادة التأهيل الاجتماعي كإثبات للإعاقة الخاصة بنا، خاصة ان الكشوفات اللي اعلنوا عنها وهتقدر بما يقدر 11000 جنيه، 6000 دفع ساعة الإجراء والتحليل والإشاعات، كل ديت هتعرقل الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصا ان الدولة تعلم جيدا ان هي سلبت الأشخاص ذوي الإعاقة حقوق كتير، فبالتالي هم لما يجوا شيخوا لأول مرة فهم محتاجين نوع من التشجيع ونوع من الدعم. احنا بنتمنى النهارده بعد لقاءنا من الأشخاص متحد الإعاقة بيوصلوا صوتهم ان هم قادرون على التشريع، قادرون على مشاركة في بناء الوطن. مصر مش هتقتصر على فئة وفئة، لا، مصر هي الكل. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد إبراهيم الدسوقي، أنا مرشح محتمل لانتخابات مجلس الشعب ذوي الإعاقة 2015. لكن إحنا لينا كأشخاص ذوي إعاقة عتاب على اللجنة العليا للانتخابات في إن المبلغ اللي بيتم بيه عمل الفحوصات للأشخاص ذوي الإعاقة، الفحوصات الطبية، بيتجاوز 6000 جنيه أو في حدود 6000 جنيه، وده مبلغ طبعا يعتبر مبالغ فيه. والفحوصات اللي مطلوبة أساسا ما بتحددش الإعاقة إيه هي، وما بتحددش نوع الإعاقة، ما بتحددش مدى الإعاقة. دي فحوصات طبية زي تشيك أب عام، وده بيعتبر للأشخاص ذوي الإعاقة مبلغ كبير جدا. وبنطالب اللجنة العليا للانتخابات إن هي تراجع نفسها أو تراجع القرار اللي هي أصدرته دوت. وإحنا كأشخاص ذوي الإعاقة بنوعد كل الأشخاص ذوي الإعاقة ان احنا هنحاول مع دخولنا مجلس الشعب لاول مره ان احنا نطالب بتعديل قانون الاعاقه اللي موجود حاليا، اللي ما بيديناش حقنا، اللي بيخلينا اساسا في حاجات كتير جدا في الدوله لينا حق فيها مش عارفين نحصل عليها. بنوعد كل الاشخاص ذوي الاعاقه حوالي 15 مليون معاق ان الشخص ذوي الاعاقه اللي هيخش مجلس الشعب هيكون على قدر المسؤوليه، وهيكون قادر ان هو يتحمل المسؤوليه، وقادر ان هو يوصل صوت ال 15 مليون، وان شاء الله يكون في تغيير في البلد. والتغيير ده مش هيتم الا بمراعاه البلد للاشخاص ذوي الاعاقه الموجودين في مصر. محمد زهران موشي عمر، باحث شؤون عاملين بمديريه التربيه والتعليم بالقالوبيه، مرشح على احد مقاعد الاشخاص ذوي الاعاقه البرلمان 2015. احنا النهارده مجتمعين الاشخاص ذوي الاعاقه على مستوى الجمهوريه ان احنا رافضين قرار الهيئه العليا للانتخابات بخصوص التمييز الاشخاص ذوي الاعاقه في الكشف الطبي. احنا مش معترضين على المبلغ، بس معترضين على المبدا انه ده مبدا تمييز. واحنا نتمنى ان من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ان ينظر للموضوع ده اهو، ويا ريت ان ما يكونش فيه تمييز ولا تهميش للاشخاص ذوي الاعاقه زي ما كان. احنا حابين، مطلعين لامل ومستقبل ان يكون البرلمان ده برلمان يحقق لنا قضيتنا، وهدفنا ان احنا يكون بكره احسن للاشخاص ذوي الاعاقه. خالد شوقي ذاكر، محامي مرشح عن الكراسي الاشخاص ذوي الاعاقه، مساعد أمانة الإعاقة بحسب حماة الوطن لوجه بحري، ومسؤول الإعاقة الحركية. البرلمان القادم بيمثل فئة مهمشة من الشعب، هم الأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة والشباب، وفي الكوتا ديت عشان نقدر نتواصل كمجلس أول شعب، كأول طريق للنهضة المصرية، وإن احنا ننفتح ونبدأ نشتغل. فاحنا بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هيبقى في تشريعات، تعديل التشريعية بما يتناسب مع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، الحق في العمل، الحق في السكن، الحق في التعليم، إتاحة الأماكن، عمل الرمبات، إدارة تعليمية وطرق تعليمية جديدة، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة. هنطلب بكل ده في البرلمان، عندنا تشريعات وقوانين. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.
بوجه لسيادة الرئيس البطل العظيم سيادة عبد الفتاح السيسي تحية خاصة، وبما ان هو اهتم بذوي القدرات الخاصة وفي الأونة الأخيرة صراحة يعني اهتم بهم اهتمام غير طبيعي، فأنا يعني بطلب منه، هو طبعا اهتم بينا وطبعا يعني لأول مرة في عهده ندخل للبرلمان. بالمناسبة القرار اللي نازل اللي هو 6000 جنيه للمرشحين ان هم يدفعوهم، طبعا هو سيادته عارف ان اصحاب القدرات الخاصة هم اكفاء علميا وفكريا ونابغة، لكن ممكن تكاد تكون الناحية المادية ضعيفة والأغلبية كده. فأنا بطلب من سيادته إن هو الاستثناء، يعني بحد أقل، مش بقول خالص أو إعفاء كامل، لا حد أقل يعني علشان نضمن الجدية، وهي فيه طبعا جدية للأول مرة يعني يحصل الكلام ده. فأنا بطلب منه إن هو استثناء يعني حد أقل لهذا المبلغ، لأني مش هيتكلم بصوتي أو يوصل صوتي إلا اللي مني، يعني دي أنا بقولها دايما، حد مني هو اللي هيوصل صوتي. طبعا عارف مشاكلي، عارف الصعوبات اللي بواجهها، عارف إيه متطلباتي، فهو هيمثلني في البرلمان. فعشان يدخل البرلمان يعني ما يعني على قد المستطاع، يعني انت دي ناحية انا بسميها ناحية تعجيزية، يعني وفيهم منهم اكفاء، احنا بنطلع حضرتك اولمبياد تاخد بنجيب ميداليات للجمهورية، ودي اشاد بيها سيادة الرئيس. فيعني اطلب من سيادته كده وربنا ينصره ويقويه على هذا المطلب، وان شاء الله ربنا يوفقني للمرحلة اللي جاية، وانا متفائلة خير طول ما هو سيادته معانا، بس يا رب يا رب يرزقه الناس الصالح. محمد مختار محامي ومرشح عن الدائرة الأولى لمجلس النواب. يعني اتكلمنا عن خطة حضراتكم والمطالب اللي يعني اللي هتطلب بيها من داخل البرلمان. أولا هي أنا بالنسبة للبرنامج الخاص بي هو بينقسم لجزئين، الجزء الأول هو برنامج عام وبيعتمد على تنمية قدرات الإنسان المصري، والجزء الثاني خاص بذوي الإعاقة تحديدا، وبيخص كل حقوق ذوي الإعاقة اللي نصت عليها المادة 81 في الدستور، زي حق العمل وحق السكن وحق الصحة والتعليم وغيرها. يعني يقدر المستفيد من هذا في مصر قد ايه؟ يعني من 10 ل 12 مليون تقريبا، هو ما فيش حصر دقيق، بس هو العدد بناء على تقارير منظمة الصحة العالمية من 10 ل 12 مليون. ايه اللي انتوا ايه اهم القوانين اللي هتحاولوا تغيروها واللي نفسكم الناس تحقق فيها؟ من اهم القوانين يعني او من اهم المشاكل بمعنى اصح اللي بتقابل ذوي الاعاقه هي مشكله البطاله، ايمان المجتمع نفسه بقدرات الشخص المعاق، توفير فرص عمل ليه، توفير حياه كريمه ليه، وهي تعتبر نفس المطالب بتاعت الانسان العادي بس تزيد عليها الظروف الخاصه بالاعاقه. نتمنى لكم التوفيق باذن الله كده، ونشوفكم تاني تحت الاوبرا باذن الله. شكرا. ربنا يخليك.